أن يوفقك الله جل وعلا لقيام الليل. والله من تحرر من الذنوب نهارا رزق منة العطاء والوقوف بين يدي الله ليلا، ومن أثقلته ذنوبه في النهار صعب عليه أن يرزق الوقوف ليلا بين الواحد القهار. في النهار تعامل مع الله جل وعلا تعامل مسكين، تعامل عبد له عند ربه حاجة تكون في الليل،